السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ معكم فهد، رجعت لكم فيديو جديد بإذن الله. اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا شيق وموضوع جدا ممتاز يفيد كثير من طلاب الطب، وهو كيفية استغلال إجازة الصيفية لطلاب الطب منذ دخول السنة التحضيرية إلى سنة الخامسة التخرج. وأنا الحمد لله بشركم أني الحين صرت في السنة الأخيرة من كلية الطب ولله الحمد. بإذن الله اليوم راح نتكلم كيف ممكن الطالب يستغل صيفيته بشكل ممتاز، بحيث انه يقدر يستفيد من اجازته وينبسط فيها، في نفس الوقت يستغلها بفائده ويطلع منها بفائده كبرى. طيب نبدا. اول شيء، انت طالب تدخل في سنه تحضيريه، اول شيء بتركز عليه بعد قبولك للطب باذن الله، سواء في اي جامعه من جامعات، سواء جامعه الملك سعود، جامعه الامام، الحرس الى اخره، ونوره، بعد قبولك باذن الله في الطب يكون عندك فتره ذهبيه اسميها انا، ما بين السنه التحضيريه وما بين السنه الاولى. من خلال الفترة ومن خلال هذه المدة أولا، والعنصر الأساسي بين التحضير والسنة الأولى اللغة الإنجليزية. كثير من الطلاب يقول لك والله أنا أريدي كويس في اللغة الإنجليزية، أنا أريدي ممتاز في اللغة الإنجليزية. في الواقع هو هذا الموضوع غلط، يعني في كثير جامعات تطلب ما بين التحضير إلى قبول الطب آيلس وإلى آخره، لكن درجة تكون درجة دخلك كلية الطب، لكن هذا مو يعني أنت أتقنت اللغة الإنجليزية. وإحنا طبعا أذكرك إحنا مو نيتيف إنجليش سبيكرز، إحنا مو أهل اللغة، فبالتالي اللغة الإنجليزية جدا مهمة لدخولك لعالم الطب، وراح أتكلم عنها في الفيديو القادم بإذن الله. وكيف تعرف أنك أنت فعلا ضعيف أو قوي في اللغة الإنجليزية؟ عن طريق كتابة الأبحاث، وكتابة الأبحاث وعالم الريسيرش في كلية الطب جدا مهم، فبالتالي راح يفيدك جدا سواء في كتابة الأبحاث أو حتى في تعاملك باللغة الإنجليزية بشكل يومي، لأن كل الطب عبارة عن كل تحدث باللغة الإنجليزية سواء في الاختبارات أو إلى آخره. طبعا هذا اختبارات الشفهية. طيب ثاني نقطة نتكلم عنها السمر إلكتيفز. كثير طلاب يتحمسوا، سواء يعني بدأت الطلاب البري كلينيكال ما قبل السنوات السريرية أو 3 سنوات في كلية الطب، يتحمس إنه بياخذ إلكتيف. إلكتيف بمعنى تدريب مستشفى مدة أسبوعين أو 4 شهور، أسبوعين أو 4 أسابيع في إحدى المستشفيات في إحدى التخصصات اللي اختارها الطالب. طبعاً الإلكتيفز فكرتها مهمة وجداً وجداً مفيدة حقيقة، لكن دائماً أقول لزملائي إنه السنوات الأولى بعد سنة أولى بعد سنة ثانية قد إنه ما يفيدك كثير بعض الجامعات، لكن في بعض الجامعات زي جامعة الملك سعود في السنوات الأولى يأخذوا كارديولوجي ريسبيراتي سيستم، ويأخذوا فيها الهيستوري وفيزيكال إكزامينيشن. فهنا النقطة الأساسية إنك تكون أنت كطالب قبل ما تدخل الإلكتيف، قبل ما تدخل المستشفى، يكون عندك أساسيات في الهيستوري والفيزيكال إكزامينيشن اللي راح تفيدك أثناء تدريبك في المستشفى. ودخولك بدون هذه التدريب خلينا نقول فترة تدريبك في الهيستوري والفيزيكال إكزامينيشن يكون على الفاضي، يكون ما له قيمة حقيقة، لأنه الهيستوري والفيزيكال إكزامينيشن هذا شيء أساسي في دخولك المستشفى وتدريبك. فهذه نقطة جدا مهمة. طبعا أنا أنصح بعض الناس إنهم زي ما قلت لكم يدخلوا الإلكتيف بعد تدريب، بعد الأوسكي بالتحديد. طبعا في أولويات، أنت كطالب بعد السنة التحضيرية والسنة أولى والسنة الثانية دائما حاول بعد كل هذه السنوات، السنوات الأولى بعد سنة أولى بعد سنة ثانية وحتى بعد التحضيرية، تركز بشكل كبير على اللغة الإنجليزية. حاول كل سنة في الصيفية تقوي لغتك الإنجليزية، تدخل دورات بالطريقة اللي تشوفها مناسبة، لكن تقوية اللغة الإنجليزية جدا مهمة في الطب، بدأت في السنوات الأولى عشان تدخل على السنوات الأخيرة وفي الامتياز بإذن الله وفي ريزيدنسي تكون قوي جدا ومؤسس نفسك صح باللغة الإنجليزية. بالنسبة للإكتيفز، نصيحة الأشخاص اللي بيدخلون الإكتيفز بعد السنة الثالثة وبعد السنة الثانية كلية الطب، إنهم يدخلون تخصص واسع. بمعنى إيش؟ جنرال بيدياتريكس، إنترنال ميديسن، جنرال سيرجري، تكون أشياء نوعا ما جنرال، ما تكون سب سبيشاليتي وما تكون اشياء دقيقه او تخصص داخل تخصص، بحيث ان الطالب ياخذ المعلومه بشكل بيسك اكثر وما يتعمق، بحيث انه هو فعلا يعني اشوف كثير طلاب في السنوات الاولى يدخلوا تخصصات دقيقه مثلا كارديولوجي، في الحقيقه انت ما اخذت الاساس او ما في اساس قاعد تبني عليه، فبالتالي راح تخرج من هذا التدريب بفائده جدا متدنيه، وهذا الشيء احنا ما نبغاه، بالعكس احنا ندخل افضل فائده ممكنه. فهذه نقطه جدا مهمه. نقطة ثانية جدا مهمة، إن حاول تختار تخصصات الجنرال، ونصيحة كبداية أفضل شيء الإمرجنسي ميديسن، يكون في إكسبوجر كبير، يكون الطالب توه أول يوم له أو أول فترة له في المستشفى، فلازم يشوف أشياء نوعا ما بيسك أكثر، فيها حالات كثيرة، حالات متنوعة في الإمرجنسي والإي آر، جدا أنصح فيه كأول إلكتيف سامر روتيشن لكم في المستشفى. نقطة أخرى أيضا، الأشخاص اللي مثلا بعد سنة ثالثة والله حدد هدف معين، والله أنا أبغى بيدياتريكس، أنا أبغى ميديسن، أنا أبغى مثلا أي تخصصات الجنرال زي إمرجنسي ميديسن، نصيحة خذ فيها إلكتيف،
سواء حتى بعد السنة الثالثة أو حتى الرابعة أو حتى بعد السنة الخامسة طبعًا، راح يفيدك كثير. تختار مثلًا التخصص اللي تبغاه في المستشفى اللي تشوف فيها إمكانية أو اللي طبعًا تقبلك، هذا أهم شيء. لكن قبولك أو حصولك على الشهادة بعد التدريب راح يفيدك كثير إذا أنت ناوي بعدين تدخل على تخصص، هذا تخصص في ريزيدنسي بإذن الله. في المقابلات راح يشوفون أن عندك والله خبرة سابقة في إحدى المستشفيات أو إحدى التخصصات، وراح يفيدك كثير بإذن الله في الانترفيو وليس في الماتشنج. نتكلم الحين عن كيفية قبول المستشفيات. طبعا حاليا في وضع الكورونا حمل الله وياكم، يعني صار موضوع معقد أكثر. بعض المستشفيات كنسل التدريب فيها بسبب وضع كورونا، بعض المستشفيات بسبب الحالات فيها كثيرة. في بعض المستشفيات عن طريق حسابهم في تويتر، تدخل حسابهم في تويتر تكتب اسم المستشفى، ينزلوا إعلانات عن قبول طلاب زي جامعة الحرس، عفوا مستشفى الحرس فتحوا تدريب ER وحين قفلوا الظاهر، ومدينة ملك فهد الطبية أيضا. وفي مستشفيات يقولك بعد رمضان، فحاليا إحنا في نهاية رمضان لسه مو عارفين أكيد ولا لا، لكن طريقة التقديم أغلبها صارت عن طريق الإيميلات ولله الحمد، وطريقة جدا بسيطة. بعض المستشفيات تطلب الجي بي اي اللي هو معدل، بعض الجامعات تطلب السي في، بعض الجامعات تطلب مثلا اذا انت بعد السنه الثالثه، فكل مستشفى لها قواعدها المعينه. طبعا بعض النقطه ايضا جدا مهمه ان حاول في السمر الكتيف تريننج تكون اندبندنت، تكون مسؤول عن نفسك، بحيث ان الدكتور ما راح يجي عندك ويلقمك اللقمة زميلون، أو ما راح يجي يعلمك إياها، لا لازم أنت تروح تبحث عنه، أنت تبين الدكتور أنك والله شغوف، أنك تسأل على كل شيء. مثلا دكتور طلب liver function test، طلب pancreatic enzymes، تقول دكتور طب ليش، يعني ليش طلبت، يعني اسأله على كل نقطة، ما راح يقول لك لا، هو عارف أنك في مرحلة طالب، وهذه المرحلة أنت لك الحرية ولك حرية أنك تقطع كثير، لأن إذا ما تعلمت الحين متى راح تتعلم. فهذه نقطة جدا ذهبية للطلاب، أنهم يأخذوا راحتهم في هذه الفترة ويخطوا قد ما يبغى. حاول بعد كل حالة تمر فيها انك تقراها سواء قبل او بعد، حاول تقرأ كثير اثناء الفترة هذه، راح تستفيد مرة، وحتى راح تبين للدكتور انك والله انت فاهم، او على الاقل بعد لها الحالة اللي مرت عليها انت الدكتور مثلا في المستشفى اثناء فترتك التدريبية، تقرأ عن المرض، تيجي مع الدكتور ديسكاس، يصير ديسكاشن بينكم، مناقشة بينكم، فمن خلال المناقشة هذه راح تستفيد جدا من الموضوع. نرجع الحقين لسنوات بريكلينيكال اثناء فترتكم الصيفية، تقدر تستفيد ما بين السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثانية والسنة الثالثة. حاول تستفيد في الصيفية هذه مو بالإكتف ترينينج، أنت توك بدري على هذا الشيء، لسه ما بدأت في العالم الكلينيكي عفوا. في هذه الفترة حاول تتعلم أناتومي، بايوكيمستري، فيسيولوجي، تقول أنا أوريدي خلاص تعلمت في الجامعة، أقولك لا اقرأ عنه أكثر. في كثير طلاب يعجبوني الصراحة من خلال USMLE ستيب 1، الكتب حقها سواء كابلان سواء فيرست ايد، يلخص لك المعلومات في كل موضوع ويحط لك اياها على شكل شابترات بشكل مرتب وملخص جدا، بحيث انه فتره الصيفيه تقدر تراجع المعلومات اللي اخذتها وتثبتها عندك وتقوي نفسك طبعا للفتره الجايه سواء السنه الثانيه والسنه الثالثه، بحيث انك تيجي السنه الجديده وانت جاهز نفسيا ومن ناحيه علميه. طبعا نقطة جدا مهمة وأنا استفدت منها حقيقة كثير خلال 3 سنوات الماضية هو الريسيرش، سمر ريسيرش سكول، هذه نقطة جدا مهمة تقدر تأخذها ما بعد السنة الثانية. عندنا مثلا احنا في كلية الطب جامعة الإمام نخلص الريسيرش أو أساسيات البحث بعد السنة الثانية، ناخذ عندنا مادة اسمها ريسيرش 1 أو ريسيرش ميثودولوجي 1 ريسيرش ميثودولوجي 2، بعدها احنا مؤهلين ان ندخل برامج بحثية لأن اوريدي اخذنا المعلومات الأساسية. فإذا انت لسه ما اخذت المعلومات الأساسية أو أساس البحث في الكلية لا تدخل برنامج بحثي صيفي. طيب فمثلا عندنا بعد السنة الثانية وبعد السنة الثالثة، هذه السنتين عندك فرصة جدا ممتازة ومميزة انك تدخل برامج بحثية صيفية زي مثلا في كي مارك، مدينة الملك عبد الله، الابحاث العلمية، مستشفى الملك فيصل التخصصي، مدينة الملك فهد الطبية، هذه الثلاثة بشكل عام تقريبا سنويا في الصيفية يقدمون برامج بحثية يعلنون عنها عن طريق موقعهم وعن طريق تويتر، بعضها عليها رسوم بعضها ببلاش، مستشفى التخصصي كان ببلاش وقتها. طبعا في برامج كثيرة، يعني برنامج كي مارك، مدينة عبد الله عليه رسوم كبير صراحة غالي شوي 4000 ريال لمدة شهر، في مدينة الفهد الطبية ومتخصصي مدينة الفهد الطبية رسومة أقل شوي، لكن هذا اشتركت فيه أنا السنة الماضية واستفدت فيه جدا، كان مدة 3 أسابيع الدورة وكان جدا مفيدة. ونصيحة الريسيرش زي ما تعرفون عليه 4 نقاط وجدا مهم تخلصون منه بدري عشان ما تروح لكم 4 نقاط، فهي عبارة عن نقطتين proposal نقطتين publish research، فكل ما كان بدري كل ما بدري تخلصون منه كل ما أفضل، بحيث أنه بعد السنة الثالثة، يعني حاول تخلصون بعد السنة الثالثة بحيث أن تيجي السنوات الأخيرة وانت مرتاح وتركز على مثلا بتحضر الـ SMLE أو غيره.
ايضا تقدر تسوي بحث بعد السنه الثالثه بعد السنه الرابعه، اذا مثلا عندك تخصص في بالك، مثلا ابغى ميديسن انا، اوكي اسوي بحث في تخصص انترنال ميديسن، بحيث ان هذا البحث راح يساعدني كثير اثناء الانترفيو. حيشوف والله عندك مثلا انا ابغى دخلت باطنه وصل لي ماتشنج، اروح الانترفيو انترفيو شوف عندي بحث مثلا في الميديسن، راح يكون لي اولويه وراح يكون لي ادفانتج انه والله هذا فعلا شخص يبين انه هو شخص فعلا يبين انه مهتم في هذا التخصص. الاخيره مع الطلاب اللي ما بعد السنه الرابعه ومن بعد السنه الخامسه، اكيد هم ادرى منا اللي بعد سنه خامسه، اس ام ال اي. في كثير طلاب يبداوا يحضرون للاس ام ال اي ويقرون التجميعات حقتها من بدري جدا، وهذه نقطه جدا مهمه. هذا كل اللي عندي، بلخص لكم الاربع نقاط اللي ذكرناها. اول شيء قلنا اللغه الانجليزيه جدا مهمه للسنوات البري كلينيكال، تقوي لغه الانجليزيه من تحضيري لين التخرج. ثانيا برامج البحثيه الصيفيه جدا مهمه، استفيد منها بشكل كبير. وايضا طلاب البري كلينيكال زي ما قلت لكم البيسك ساينس ما بعد السنه الاولى السنه الثانيه، لا تفكر التدريب الصيفي، لا تو بدري، حاول تقوي نفسك في المهارات الاساسيه والبيسك ساينس، بحيث انه ما يجي السنوات الكلينيكيه الا وانت جاهز باذن الله. النقطه الاخيره اخيرا الالكتيفز، طبعا الالكتيفز جدا مهمه وتكلمت عنها. واذا عندكم اي سؤال بعطيكم سناب حقي، سناب حقي هنا في الشاشه فهد BA1998، لاي استفسارات اي اسئله واي شيء حابين تسالونه تفضل عندي، ويعطيكم الف عافيه. كان معكم فهد بن عباس طالب في كليه الطب، مع السلامه.